خمس مترشحين كاين خمس مراقبين معنا، زايد ثلاثة تاع السلطة الوطنية المستقلة في المكتب، زايد اثنين من الناس اللي يخدموا في المكتب، يعني حوالي 10 أشخاص يحضروا، زايد المواطنين اللي يحبوا يحضروا في العملية الفرز، الفرز شفاف، والمحضر يتكتب حضور كل هؤلاء، ويتكتب لما يتكتب في الآلة مباشرة يمشي ينزل عندنا هنا في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مباشرة. اللي تسول له نفسه باه يروح يحاول يخرق كل هذه القوانين ويخرق كل هذه الإجراءات يتفضل يتفضل. احنا حولنا العملية الى العدالة، العدالة مسؤولة على هذا الأرض. إذن اعتقادي ان الضمانات كبيرة وكبيرة جدا، والسلطة قمنا بقسم اننا ما نخونش صوت الشعب، وصوت الشعب سيكون مضمون في العملية الانتخابية. البارح صدر السيد رئيس السلطة الوطنية المستقلة بيان يسمح فيه لكل المواطنين اللي هما مسجلين، اللي مسجل في قائمة الانتخاب، انه يقدر ينتخب ببطاقة التعريف بالهوية الوطنية او ببطاقة السياقة او بجواز سفر، يعني بطاقة الهوية الوطنية فيقدر. بالنسبة للمهاجرين بدأت العملية محتشمة نظرا لاستعمال العنف من بعض العناصر اللي ما يسمحوش للناس يروحوا يصوتوا، استعمال العنف النهار الاول والثاني شويه فيه نقص، ولكن من بعدين الاثنين والثلاثه عاودت استنفت الامور، والامور المهاجرين راهم يصوتوا وعندهم الحق حتى يوم غد على الساعه 7 مساء، فالعمليه مستمره والارقام لا باس بها.